تشكيل أشعة الشمس. تشكيل التقاطعات الفردية الثنائية. الثلاثية. والرباعية. وقد يعترض قائد الدراجة الآلية مجموعة من الموانع أثناء تنفيذ مهامه في ساحة العرض. تم إنشاء مجموعة من الموانع التي يتم تدريب قائد الدراجات الآلية على اجتيازها. على الجانب الأيمن مانع الهضبة الكبرى أمام المنصة، مانع الاتزان، وعلى الجانب الأيسر نشاهد مانع السلم، ويمر الآن أمام المنصة مانع الهضبة الصغرى المتحركة، ويقوم قائد الدراجات الآلية باجتياز الموانع باقتدار ومهارة فائقة. ويحصل جميع طلبة الكلية الحربية على دورة تدريبية لقيادة الدراجات الآلية خلال فترة دراستهم بالكلية. لوحة ختامية من قائدي الدراجات الآلية بعد عرض تميز بالسرعة والمخاطرة المحسوبة. يشاركون الكليات والمعاهد العسكرية في تخريج أبنائها. إنهم رجال الشرطة العسكرية، العين الساهرة على أمن وسلامة وطننا الغالي مصر. ويبدأ الآن عرض الصاعقة. يشق الآن ساحة العرض مقاتلو الكلية الحربية الحاصلون على فرقة الصاعقة الراقية من وحدات الصاعقة. يتدفقون كالسيل في جرأة وجسارة. طراز راق من العسكرية القوية المنضبطة التي تتميز بالإقدام والسيطرة على النفس. السادة الحضور، نوجه عناية سيادتكم أنه سيتم استخدام بعض محدثات الصوت لتحقيق الواقعية أثناء تنفيذ المهام خلال الفقرة القادمة. على يمين ساحة العرض وعلى مبنى محمد فريد نشاهد الطلبة المقاتلين من الكلية الحربية. يشاركهم طلبة كلية الشرطة المميزين باللون البرتقالي. ينفذون المهام الخاصة بالاقتحام الرأسي للمباني كأحد نتائج التدريبات المشتركة بين مقاتلي الكليتين، بعد أن أصبح لهم هدف واحد وهو الحفاظ على أمن ومقدسات وطننا الغالي. وفي توقيت متزامن وبكل ثبات وثقة نشاهد المقاتلين من طلبة الكلية الحربية يؤدون عروض الاشتباك الجماعي والقتال المتلاحم. كما نشاهد من يمين المنصة وفي سماء العرض تشكيل من عدد 4 هليكوبتر شينوك حاملة رجال الصاعقة الأشداء يستعرضون كفاءتهم البدنية وقدراتهم الخاصة.
أمام المنصة مجموعة أخرى من طلبة الكلية الحربية المقاتلين يؤدون تدريبات المرحلة المتقدمة من فنون القتال باستخدام الأسلحة القتالية المختلفة. ويقوم الطلبة الآن باستعراض مجموعة من هذه الأسلحة: الدنفة، القبضة الحديدية، المنشاكو والزانة. ويتوالى نزول الطلبة المقاتلين من الكلية الحربية بمشاركة طلبة كلية الشرطة المميزين باللون البرتقالي من الارتفاعات المختلفة والاقتحام الرأسي لأحد المباني على يمين ساحة العرض. في الأمام مباشرة وعلى برجي ميدان الجبال نشاهد المقاتلين يقومون بالنزول السريع باستخدام الويرات ذات الأبعاد المختلفة. وللتطور التدريب والتحمل والارتقاء بالمهارات القتالية الفردية نشاهد أمام المنصة مباشرة مجموعة من طلبة الكلية الحربية يقومون بالتخلص من الأسلحة المختلفة والتهديدات الموجهة إليهم في حرفية ومهارة. ويتوالى نزول مجموعات الهرنس من الأجناب على برجي ميدان التدريب الجبلي. موجات تلو موجات وسيل لا ينقطع من المقاتلين، الجرأة والإقدام صفاتهم والانضباط والالتزام من تقاليدهم. مجموعة من طلبة الكلية الحربية يقومون بالنزال الفعلي مستخدمين شتى فنون القتال للتخلص من أكثر من خصم بطرق مختلفة، وهي أرقى مراحل التدريب في الاشتباك الحر والدفاع عن النفس. مقاتلو الكلية الحربية شعارهم الواجب، الشرف، الوطن، يقدمون دماءهم وأرواحهم فداء لك يا مصر. أمام المنصة مباشرة نشاهد المقاتلين من طلبة الكلية الحربية يجتازون الموانع المشتعلة بكل قوة وجسارة، وذلك بتنفيذ السقطات المتنوعة. قوة ومهارة وتناغم في الأداء يظهر مدى ما وصل إليه مقاتلو الكلية الحربية. هم رجال في صدورهم عهد وقسم على أن يظل تراب هذا الوطن حراً أبياً. جرأة وجسارة. صورة أخرى من صور التدريبات الشاقة تتقدم من يسار المنصة ناقلات تحمل مجموعة من طلبة الكلية الحربية يستعرضون أمام سيادتكم مهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة، وذلك لإظهار مدى ما يتمتعون به من قوة بدنية عالية.
رجال الكلية الحربية، نخبة من المقاتلين، عنوانهم الجرأة والشجاعة والإقدام. فلقد تم تدريبهم وصقل مهاراتهم للقتال في جميع الظروف بكفاءة عالية، وتنفيذ مهام خاصة بكل ثقة واقتدار. من يسار ساحة العرض نشاهد نشاطاً آخراً لمجموعة من طلبة الكلية الحربية المقاتلين الحاصلين على فرقة الصاعقة الراقية والمدربين على أعمال مقاومة الإرهاب، يقومون بتنفيذ بيان يوضح كيفية تحرير مجموعة من الرهائن المحتجزين داخل إحدى وسائل النقل، حيث يقوم طلبة الكلية الحربية باقتحام العربة وتحرير الرهائن والقبض على المختطفين بأقل خسائر ممكنة في الأرواح. تم تنفيذ المهمة بنجاح. ونشاهد الآن إحدى وسائل تطعيم المعركة ضد العنصر المدرع للعدو، حيث تتقدم من يسار المنصة العربات المدرعة. ويقوم طلبة الكلية الحربية بالتصدي لها ومواجهتها بفدائية منقطعة النظير. صورة أخرى من صور تطعيم المعركة، فمن اليسار تتقدم المركبات المدرعة. حيث يتم التعامل معها، وذلك لإظهار مدى ما وصل إليه طلبة الكلية الحربية من قوة ومهارة في تنفيذ أصعب المهام. تم تدمير المركبات المدرعة. من يسار ساحة العرض نشاهد طلبة الكلية الحربية يقومون بمهاجمة رتل إداري للعدو واقتحامه باستخدام السلالم الأفقية، ويتم التعامل مع الهدف بالنيران. تمت السيطرة على الرتل الإداري للعدو بنجاح. كما نشاهد مجموعة أخرى من طلبة الكلية الحربية يقومون بمطاردة مركبة بواسطة الموتوسيكلات الرباعية، وباستخدام السلم يتم السيطرة على العربة. وفي جرأة وفدائية نشاهد طلبة المقاتلين يتصدون لمركبات متحركة، حيث يقوم الطلبة بمواجهتها من الأمام والسيطرة عليها. تم السيطرة على المركبات. تليها مركبات أخرى متحركة يندفع إليها الطلبة بكل إقدام وثقة، حيث يقومون بالتعلق بها من أسفل والأجناب، وأيضا التعامل معها والسيطرة عليها. هذا وقد تم تدريب جميع طلبة الكلية الحربية على تنفيذ كافة المهام الخاصة